هل الوجود إسناد حقيقي؟ لكن يمكن أكتر الردود جدية على حجة أنسلم الوجودية كان الاعتراض اللي طرحه إيمانويل كانت لما جادل في عمله الخالد نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason، إن الوجود ليس إسناداً حقيقياً Existence is not a real predicate. اعتراض كانت كان بالتحديد على المعطى الثالث والرابع من جدلية أنسلم، وجادل إن الوجود مش إسناد حقيقي، بمعنى إنه خاصية من الممكن بيها تأكيد الشيء، أو بصورة أبسط لا تضيف شيء جديد لمفهوم كينونة الشيء. وجادل إن الوجود ما هو إلا تمثيل instantiation لنوع الشيء. لو ما كنتش سمعت حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة من كلام فلسفة الفكرة هتكون غريبة شوية بالنسبة لك، أنصحك ترجع لحلقات ما وراء الطبيعة. هضرب لك مثال لتوضيح الفكرة. تخيل إن في قطة قدامك دلوقتي، لما حاولت توصف لي القطة اللي قدامك هتطرح ادعاء إن لونها أسود. بالادعاء ده أنت أضفت أو أسندت خاصية السواد لمفهوم كائن القطة. في قطط لونها مش أسود، اللون الأسود مش أساسي لمفهوم القطة، لكن لما بتدعي إن القطة توجد أنت ما بتضيفش أي شيء لمفهوم القطة. أنت بتقول إن مفهوم أو فكرة القطة ممثل instantiated، أو إن في نسخة من مفهوم القطة قدامك. أنسلم ادعى في حجته الوجودية إن الوجود إسناد بيضيف شيء ما لمفهوم الكائن الأعظم، لأنه عظيم جدا فلابد إن يكون له خاصية الوجود من عدمها. لكن كانت بيجادل إن الوجود ما بيضيفش أي شيء لمفهوم الكائن نفسه، هو مجرد إقرار أو تأكيد على إن الكائن ممثل، وبالتالي بيرفض حجة أنسلم الوجودية. رد كانت كان قائم على التفريق ما بين الفرضيات التحليلية analytic والفرضيات التركيبية synthetic. التفريق ده طرحه كانت للمرة الأولى في نقد العقل الخالص للتفريق ما بين الفرضيات ودلالتها. الفرضيات التحليلية بتكتسب صحتها من معناها، بصورة تانية معنى الجملة نابع من معاني الكلمات المكونة للجملة وعلاقتها ببعضها، أما الفرضيات التركيبية بتكتسب صحتها من خلال ارتباط معناها بالعالم الخارجي. مثلا جملة زي كل العزاب غير متزوجين فرضية تحليلية، معنى الجملة مفهوم من مجرد تحليل معاني الكلمات. أما جملة كل العزاب بائسين فرضية تركيبية، لأنها بتركب مبادئ مختلفة وبالتالي بتقدم معلومة قد تحتمل الصحة أو الخطأ، ومن غير الممكن التأكد من صحتها بدون دراسة الواقع، أي لابد أننا نجري بحث على العزاب علشان نتأكد من حالتهم النفسية. الفرق ما بين الفرضيات التحليلية والتركيبية ناقشناه بالتفصيل في حلقة معركة المنطق والتجربة. على أي حال كانت تشكك في وجود فكرة كائن ضروري الوجود necessary being، وطرح أمثلة لفرضيات ضرورية، مثلا المثلث له 3 زوايا، ورفض أننا نستخدم نفس منطق الضرورة اللي هنطبقه على جملة المثلث لتطبيقه على وجود الله. أولا جادل أن النوع ده من الفرضيات ضرورتها صحيحة فقط لو كان الكائن له وجود. لو المثلث له وجود إذن لابد أن له 3 زوايا. ضرورة فرضية أن المثلث له 3 زوايا ما بتجعلش وجود المثلث ضروري، ومن هنا جادل إن لو فرضية سين موجود واتبع منها إن سين موجود ضروريا مش معنى كده إن سين له وجود في الواقع. كانت جادل إن جملة الله موجود إما فرضية تحليلية أو تركيبية، والإسناد بيكتسب صحته إما من داخل الجملة أو من الواقع المحيط. لو الفرضية تحليلية زي ما بتدعي الحجة الوجودية إنها بتعتمد على المنطق فقط ومعاني الكلمات في الجملة، ومن هنا كانت هيدعي إن الجملة مجرد حشو للكلمات وما بتقدمش أي حقيقة عن الواقع. أما لو كانت الجملة تركيبية إذن الحجة الوجودية فشل، لأن إثبات وجود الله غير متضمن في تعريف الله، أو بصورة أخرى من غير الممكن الوصول لإثبات وجود الله عن طريق المنطق فقط. لكن الرد على كانت قد يكون إن الوجود بيضيف شيء ما للكائن. مثلا انت من الممكن انك تتصور قطة لونها اسود في عقلك، وكمان تشوف قطة ممثلة لها تماما قدامك لونها اسود. اكيد القطة اللي قدامك مجرد وجودها في الواقع خارج نطاق عقلك اضاف لها شيء مختلف عن القطة اللي مجرد فكرة في عقلك. ما تستعجلش، لان في الحقيقة مفيش اي فرق في الخواص بين القطة اللي في الواقع قدامك والقطة اللي في عقلك وملهاش وجود في الواقع. الفرق في الطريقة اللي بتتكون بيها تجاربنا مع الكائنين.
القطة اللي في الواقع قدامك من الممكن تلمسها بإيدك مثلا، أما القطة اللي في عقلك مش من الممكن إنك تلمسها بإيدك، لكن مش معنى كده إنها ما بتتلمسش أو إنك ما تقدرش تلمسها. الفرق إنك هتتصور إنك بتلمسها في عقل. لاحظ الفرق، مفيش أي خاصية أو إضافة جديدة للكائن، لكن الفرق في نوع التجربة أو العلاقة اللي بتختبر بيها وجود الكائن. كانت كتب في نقد العقل الخالص: الكينونة بكل تأكيد ليست إسنادا. Being is evidently not a real predicate. ومن غير الممكن إنها تكون جزء من مفهوم الشيء، لأنها لا تضيف أي شيء لجوهر الكائن، لكنها مجرد إشارة لحدوثه في الواقع. وإضافة فكرة الوجود لخواص الله لا تقدم أي إسناد لمفهوم الله. وجادل إن الحجة الوجودية من الممكن فقط إنها تكون صحيحة لو كان الوجود إسناد، وبالتالي الحجة خاطئة وغير فعالة. في الحقيقة كانت اعتقد إن مفهوم الله مفهوم عقلي بحت، لأن الله موجود خارج عالم التجربة، الطبيعة والحواس، ولأننا غير قادرين على التعرف على الله من خلال التجربة، جادل إن من المستحيل إننا نتأكد من وجود الله، على العكس من الكائنات المادية اللي من الممكن نأكد وجودها بالحواس. في حين إن الحجة الوجودية بجميع صورها عادة ما بتكون متسقة منطقياً، إلا إنها نادراً ما بتكون صحيحة، زي ما شفنا مفتاح النقد دائماً لجميع صور الحجة كان فرضياتها ومدى صحة الفرضيات واتساقها مع الواقع والتجربة. ومن الجدير بالذكر إن غالب الفلاسفة والمفكرين بما في ذلك أصحاب العقيدة منهم بيتفقوا إنه لا توجد صورة مقنعة بشكل كافي من الحجة الوجودية إلى الآن.